إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد والإعجاب بالفيديو، وشكرا. العب الكرة في منطقة الجزاء، ما زال الإمكانية ممتازة ممتازة، هذه ممتازة. ساكرو جابرون البوتسواني توميسان غوري بونيه ينجح في توقيع الهدف الأول في هذه المباراة ليشعل مدرجات جماهير فريق الجيش الملكي في قمة سعادة لهذا الهدف. هدف رائع وفرحة كبيرة من لاعبي فريق الجيش الملكي الموقع عين عين. استلام الكرة، إمكاني للتسديد، تنجاوي راسه عالي في الكرة الماضية وقع الهدف. طلب للكرة من عين، طلب للكرة من عين وبعد نظر من الممرر لتصبح النتيجة سادة هنا في القناة. الضربة الحاسمة من زمن هذه المباراة. الربيع حرماتي سدد، هدف يزن ذهبا في معادلة التتويج باللقب، هدف يساوي الكثير لفريق الجيش الملكي في آخر ثواني هذه المباراة.